مشاهدينا، سالم المسيح معكم وين ما كنتوا. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج إلك حق عليك واجب. عم بطلع عليكم طبعا عبر تي في تشاريتي، ومنقول إنه اليوم الحلقة تتمحور حول قانون الإيجارات. لا يزال قانون الإيجارات يطرح عددا من المشكلات القانونية والواقعية التي لا تنتهي. فبين قانون قديم يجد المالك القديم نفسه مغبونا، وقانون جديد بدوره يرى المستأجر الجديد أن حقه سوف يهدر، فبين هذين القانونين لا تزال المشكلة موجودة، بل هي تتفاقم يوما بعد يوم وعلى أكثر من صعيد. فما هو الحل إزاء هذه المأساة المزمنة التي لا ترضي المالك ولا حتى المستأجر؟ إنها لمشكلة قانونية وواقعية حقيقية، خصوصا أن هناك الآلاف من الشقق والمحلات التجارية الشاغرة التي لا يجرؤ المالكون على تأجيرها، وإنما فقط على بيعها، وذلك خوفا من الوقوع في متاهات ومشكلات قانون الإيجارات. للوقوف على كل التساؤلات في هذا المجال، بيسعدنا انه نستضيف في هذه الحلقه الماتر والمحامي جوني مرهج. بدنا نقول لك مساء الخير وسلام المسيح دائما معك. سلام المسيح بقلبك، بنمسيك بالخير، بنمسي مشاهدينا الكرام كمان. اهلا وسهلا فيك، منور اليوم عبر شاشه تي في تشاريتي. من خلال وجودك معنا بدنا نحاول نستفيد من كل النقاط القانونيه والاجتماعيه يلي بتدخل ضمن قانون الايجارات، ان كان القانون القديم او حتى القانون الجديد، ونعمل المقارنه ما بين الاثنين. بداية أسئلة سريعة، يمكن المجتمع وأفراد المجتمع عم يطرح كل واحد منهم هيدا الكم الهائل من الأسئلة، بدءا من شو هو الإيجار القديم، على ماذا كان يرتكز، وما الفارق بين الإيجار القديم والإيجار الجديد. يمكن هيدا السؤال هو محور لساعات وساعات من الأطروحات القانونية. صحيح، بالحقيقة الإيجار القديم هو الإيجار يلي امتد من سنة 1936 استثنائي لغاية 1992، في حين حرر المشرع اللبناني بالقانون اللي صادر 159 على 92، حرر عقود الإيجار، وبالتالي فصل بين كل شيء اسمه أجار قديم من جهة، وأجار ما بعد 92 يلي صار أجار جديد يعتبر جديد. أكيد، وبقيت من سنة 92 الأجار الاستثنائي بقي مكمل من 92 لحين 2014 لحين صدور القانون، موضوع الجدل القائم حاليا. صحيح، ويلي المواطنين بالحقيقة بنلتقى فيهم وبيحكونا وبيسألونا إنه هل القانون سيطبق؟ بالحقيقة مش القانون، بالحقيقة هو من 27/12 عمليا، إذا بدنا نحكي من 27/12/2014 هالقانون يعتبر صار ساري المفعول، بعد 6 أشهر من نشره بالجريدة الرسمية يعتبر صار نافذ. نعم. إنما تشوب شائبة هالقانون الجديد يلي هو الطعن الذي قدم أمام المجلس الدستوري يلي تناول 3 من مواده. نعم. هلا بنحكي عن هذه المواد وعن النقاط يلي تم الطعن فيها. نعم. طيب، لماذا كل هذا الأخذ والرد والشجارات والتظاهرات يلي شهدتها الساحات اللبنانية من بعد صدور هذا القانون؟ ومع العلم أنه نحن دائما كنا نتمنى على المجلس النواب أنهم يجتمعوا، انهم يصدروا قوانين. صحيح. وهلا بنتمنى عليهم هيدي وظيفه اساسيه للمجلس النيابي اصلا، هيدي هي الوظيفه، ما في غير، يعني هن في انتخاب الرئيس كمان، بمعنى انتخابات رئيس، هيدا الاساس. وهلا حضرتك يمكن سبقتني انه دائما بكل حلقه بنرجع بنطلب وبنطالب وبنعلي الصوت وبنضم صوتنا لصوت البطريرك الراعي، انه دائما نطلب برئيس جمهوريه وانتخاب لرئيس الجمهوريه. صحيح. يعني صرنا 19 جلسه مجلس النواب ما عم بيقوم بواجبه، والشعب اللبناني ما عم بيحاسب. نأمل انه تكون يعني الجلسة المقبلة لانتخاب الرئيس في أمل توصل عسى ان شاء الله ان شاء الله، هذا اللي بنتمناه. طيب، لماذا هذه الشجارات وهذا الاخذ والرد بالنسبه لقانون الايجارات الجديد؟ قبل ما يتم الطعن فيه شفناها، ومن بعد ما تم الطعن فيه كمان شفناها على الساحات في لبنان. في عندنا مستاجر، اذا بدك تحكي الواقع القائم على الارض. نعم. في مستاجر قاعد ببيت، وفي مالك ما عم يستفيد من اجار هالبيت. نعم. اذا بدك تحكي بالمسألة كلها من سنة 36 لل 2014،
اليوم في بيوت أجراتها 500,000 ليرة بالسنة، بالسنة كلها. وفي منها أقل. وأقل، وفي 300,000 ليرة وفي 100,000 ليرة. صحيح. طيب ال 100,000 ليرة شو بتعمل للمالك من ناحية؟ ومن ناحية تانية في مستأجر صار يستفيد من التمديد القانوني وبحكم القانون، وهالمستأجر صار كبر بالعمر. طيب وين بدك تحطه للمستأجر القديم؟ معضلة اجتماعية كمان من ناحية تانية. أكيد من هالباب هون يمكن المجلس النيابي فكر بإنشاء صندوق، صندوق للمساعدات. وهلأ مثل ما تفضلت وحكيت منتطرق عليه كمان قبل حلقة بسيا الحلقة، لمساعدة المستأجر على القيام بأعبائه والالتزام بدفع أجار. بتدفع عن طريق إنه الصندوق رح يدفع هالزودة عنه للمستأجر يلي بيستفيد من الـ من الـ من الـ من الصندوق، والمالك من ناحية تانية بيستفيد من المأجور. بيصير بعد 6 سنين بيوصل له البدل المثل يلي هو يعتبر البدل التأجيري الفعلي، قد ايه هالشقة اليوم بتتأجر تسوى، قد ايه بيسوى أجاره. بعد 6 سنين بيكون عم ياخذ هالمالك أجار الفعلي اللي بيسوى. طيب. تدريجيا. طيب. مثل جوني بالأول كانوا يقولوا إنه المالك هو المغبون لمدة زمنية طويلة من 34 إلى 2014، لكن الآن نرى إنه هناك أصبح نوع من نحكيها بشكل مباشر نوع من الجشع بالنسبة للإيجارات. الإيجارات أصبحت يمكن لا تطاق أوقات كتير. هلأ بتحس أنه العقود الجديدة كلهم يغني على ليلاه وكل فاتح على هي. هو المبدأ العام، الدستور يحمي الملكية. نعم. المبدأ العام اللي بدنا نفكر فيه دايما هو أنه الملك لازم يكون دايما حر. يعني أنا حر أجر ملكي، حر ما أجر ملكي، حر أتصرف بالملكي بالطريقة يلي بلقيها مناسبة. بقانون 92 إجا وضع يعني دايما في يعني أخذ وعطى، في رد وفي طلب إذا بك تشوف المشرع اللبناني فصل ب 92 عمل فصل بين مرحلة قديمة يلي هي الأجرات الاستثنائية يلي قال كل عقد وقع تم التوقيع عليه قبل 92 قبل 23/7 تحديدا 92 هو يعتبر قانون خاضع للقانون القديم الاستثنائي. نعم. وكل قانون، كل عقد أجار توقع ما بعد هالتاريخ هيدا صار أجار حر. وهالشيء أرسى إلى حد ما ثقة للعالم، ثقة إنه تأجر. يعني الشخص اللي عنده اليوم ملك صار عنده ثقة عبر هالقانون هيدا ال 159 انه يروح يأجر محله او يروح يأجر بيته وهو حر، وهو حر انه بعد 3 سنين الفترة التعاقدية على 3 سنين، وبعد 3 سنين صار حر. هلا بدك تسمح لي متر جوني انه اطرح الأسئلة يلي بيطرحها كل افراد المجتمع. تفضل. يعني لا بالنسبة انه كرجال انا بموقع موضوعي انا نعم. بالحقيقة بموقع موضوعي انا عم بتطلع على القانون من منظار الباحث، من منظار بدنا نفتش على حل، بدنا نلاقي حل، بدنا نبحث هل هالقانون هو الحل، هل في ثغرات، هل ممكن نطرح اي شيء جديد على من على منبرك هون للمجلس النيابي كون عم بيكون في تعديل ودراسه بلجنه الاستشارات. طبعا وهذا هو المرجو دائما بكل حلقات برنامجنا لك حق عليك واجب. بنهايه الحلقه بيكون في عنا نوع من التوصيات، خاصه اذا كان هناك نوع من التعديلات لبعض البنود القانونيه، وان شاء الله يكون في عنا توصيات كثير اليوم من خلال حضرتك ووجودك معنا. الله طيب يخليك. هل ترى ان هناك ظاهره هلا اقتصاديه من بعد اقرار القانون الايجارات الجديد، وهل هذه الظاهره سوف تكون ظاهره ايجابيه؟ يعني هل راح تكون منيحه أو نقمة للاقتصاد اللبناني والمجتمع؟ نعمة أو نقمة. نعم. هذا الذي يطرح. هو بالحقيقة المؤجر عم بيشوفه ولو بعد حين ولو بعد فترة إنه بده 12 سنة ليصير أجاره حر، عم بيشوفه أنه عم بيشوف إنه مدة طويلة كتير، مدة طويلة كتير. والمستأجر من ناحية تانية عم بيقول لك أنا صار عمري 60 و70 و80 سنة، وين بدي أروح هلا بعد كل هالعمر اللي قعدته بهالبيت؟ وين بدي أروح أنا؟ طيب ما أنا كمان ماني قادر قوم بهالواجبات إذا كان عم طلع تحت الحد الأدنى أو الحد الأدنى، ما كيف بدي، كيف السبيل؟ هذه المعضلة الكبيرة هون. يعني عندك موضوع الاستشفاء وهلأ عنده موضوع أجار، الأجار. نعم. موضوع البيت، موضوع السقف، موضوع السكن. يعني بطريقة غير مباشرة هل فينا نقول أنه لا يمكن تطبيق هذا القانون بالوضع الراهن؟ لا حكما، بس يصدر قانون. يعني نحن نتمنى يعني
ولا بل نحن بدولة منريد يصوت فيها دولة القانون والمؤسسات. هذا أملنا. هيدا أملنا وهيدا وهيدا الشيء اللي نحن كلنا بس يصدر قانون نحن بنطلع على القانون بندرس القانون ومنريد تطبيق هالقانون. هناك بعض الأشخاص قالوا إنه القانون الجديد هو مع مراعاة حقوق المستأجرين الفقراء ويراعي العدالة الاجتماعية لإرجاء الحق إلى المالكين لأنه فعلا حق كان مهدور بالقانون القديم. بالقانون القديم أستاذ إجا قال بكل بالرغم من كل اتفاق سابق مخالف تمدد عقود الإيجار. هيدا كان النص القانوني القديم. يعني بالرغم من إرادتك أنت يا مالك أنا عم بمدد عقد الإيجار بقوة القانون. بقوة القانون. وعم بيقعد المستأجر عندك بقوة القانون. اليوم الاتجاه التشريعي العام إنه يحرر الملك، إنه يرد الملك لأصحابه، إنه مع مراعاة أكيد لأنه في عنا معضلة ومشكلة اجتماعية تانية أخرى كمان شو بك تعمل بالمستأجرين القاعدين. لهيك عطى القانون 12 سنة كحد أقصى إنه مفترض المستأجر بعد 12 سنة يكون عم بيقدر يا أما يجمع حق شقة يا أما يشوف وضعه يتناسب تدريجيا لأنه والمساعدة من الدولة. نعم. ماتر جوني بنرجع بنقول إنه عند صدور هذا القانون كان فيها الكم الهائل من الأخذ والرد والبعض قدم نوع من الاتهامات لبعض الشخصيات السياسية ومن ضمنهم أعضاء بمجلس النواب اللبناني وقالوا هلا حسب الإحصاءات الأخيرة يلي موجودة أمامي بتقول إنه 13% فقط من أعضاء نقابة المالكين هم مالكون قدامى بالفعل والباقون تجار وشركات عقارية اشتروا العقارات بأسعار بخ بعد حسم قيمة التعويضات المفترضة منها، فثمة سبب حقيقي للقلق فالتهديد بقانون الموجبات والعقود القائم على مبدأ حرية التعاقد. إلى أي مدى هذه النظرة قانونية كرجل قانون كيف بتشوفها؟ هل معقولة إنه لأنه صارت 3/4 أمور شركات وأمور أشياء رجال كبار بسمون حيطان بالأمور؟ القانون يحمي الملكية. نعم. بقطع النظر إذا كانت شركة أو فرد أو شخص أو مالك قديم هو فعلا يلي يملك. ليه بدي فتش أنا مين اللي عم يملك هالملك؟ ليه ما بدي فتش إنه هيدا ملك مملوك من أي شخص اللي كان في إطار لمعالجة هالملك. والقانون الأجارات الجديد ما تطرق للأجارات التجارية، تطرق فقط للإجارات السكنية. وأرجأ موضوع البت بموضوع الإجارات التجارية إلى أي متى؟ إلى عام 31/12/2018 إلى حين صدور قانون جديد يرعى موضوع الأجارات التجارية والصناعية إلى آخره. أوكي. طيب شفنا أنه كتار عم بيقولوا أنه مكانك سر، بيوصفوا الوضع الحالي بالمماطلة بالإهمال والإمهال وعدم الإقرار بواقع حقوقي ما لم تتخذ إجراءات عملية وقانونية واضحة. وشفنا أنه حتى التعديلات اللي لازم تصير هلأ على القانون الجديد لم تتم والمجلس النواب آخر همه يعني ما عم يجتمع. ليش؟ لا، في مماطلة برأيك؟ لجنة الإدارة والعدل عم تجتمع، يعني الأربعاء الماضي كمان اجتمعت بموضوع الأجارات وكان عم بيصير في اجتماعات دورية يلي في تابع عبر الإنترنت موقع الرسمي للجنة الإدارة والعدل بشوف إنه عم تجتمع وعم تبحث بالقانون وبشكل جدي لتسد الثغرة الموجودة لأنه صادر قانون إنما هالقانون غير قابل للتطبيق حاليا غير قابل للتطبيق. وهلا نعم. بقول لك كيف غير قابل للتطبيق. نعم. يعني اليوم الطعن يلي تناولوا الطعن اللي تقدم يلي صدر عن المجلس الدستوري بالنتيجة قرار قضى بإبطال المادة 7 مثلا اللي بتتعلق باللجنة والمواد 13 المادة 7 و13 والفقرة ب من البند الرابع من المادة 18 كمان هو كلهم أبطلوا. نعم. طيب اليوم الإبطال شو طاول؟ طاول الإبطال لجنة مؤلفة من قاضي وأربع أعضاء، واحد عن وزارة المالية، شخص عن وزارة المالية، مندوب عن وزارة المالية وعن وزارة الشؤون الاجتماعية. صحيح. وشخص عن المالكين، ممثل عن المالكين وممثل عن المستأجرين. هيدي هي اللجنة اللي أعطوها صفة الصفة القانونية القضائية الصفة القضائية صارت عطيوا الصفة القضائية وقالوا التقاضي على درجة واحدة. نعم. شو بيعني التقاضي على درجة واحدة؟ يعني أنا بروح بصير معي مشكلة بالمأجور بدي أقدم دعوة
أو بدي أقدم طلب للاستفادة من الصندوق، أو بدي أقدم أي مرجع بيتعلق بهالقانون، وين بيكون؟ بيكون بتقدم للجنة. هاللجنة يلي هي قرارها نهائي ومبرم وغير قابل لأي طرق من طرق المراجعة، سواء بالاستئناف أو إلى آخره. وبالتالي بيكون القرار نهائي، يعني قانونيا قرار نهائي، قرار نهائي. نعم. وهالاتجاه بتشوفه بالمشرع اللبناني عم بيروح باتجاه يحسم، يعني لا عودة إلى قانون الاستثنائي، لا عودة. هذا المشرع اللبناني وهذا اللي لازم بروحية قراءتي للقانون. نعم. بقول لك لا عودة، لا عودة إلى القانون الاستثنائي القديم. نعم. إنما في عنا مشكلة تطبيق القانون الجديد، يعني بعدنا هلأ بمرحلة رمادية بين القانون القديم يلي بعدنا انتهى حكما القانون القديم، والقانون الجديد يلي ما عم يتطبق، يلي مش عم يتطبق نظرا لبعض الثغرات. الثغرات يلي عم بقول لك اياها يلي هي هاللجنه اللي ابطلت. يعني صرت انا اي مراجعه بدي اعملها لعين خبير ليخمن قد ايه هالشقه بتسوى كبدل مثل شهري. نعم. يعني قد ايه بدل الاجاره الشهري، بدي اقدم طلب للجنة. طيب. هلا التفسير القانوني بالنسبه للبنود القانونيه رح نذيعها على مشاهدينا الكرام يلي عم يتابعونا اليوم من خلال تي في تشاريتي وضمن هذه الحلقه من برنامج لك حق عليك واجب، ولكن اسمحوا لنا نتوقف مع اول فاصل. بعد الفاصل سوف نواصل ونبدا بتفنيد القانون، قانون الايجارات، لكل يلي كان عنده اي نوع من التساؤلات، يلي اي شخص عم يطرح اي نوع من الاسئله الخاصه بالقانون الجديد، تقدروا تتابعونا بهذه اللحظات بعد الفاصل لنحكي عن كل بند لحاله، ونحكي كمان عن صندوق المساعدات، طريقة الاستفادة منه، من المستفيد ومن غير المستفيد، كم مرة فينا نستفيد من هذا الصندوق، كيفية تمويل هذا الصندوق إلى ما هنالك، والكثير غيرها من النقاط القانونية. فاصل ونواصل بعد الفاصل، ودائما عبر تي في تشاريتي، خلوكم معنا. نجدد التحية المسائية عبر تي في تشاريتي، سالم المسيح دائما معكم، أهلا وسهلا فيكم مرة تانية. القسم الثاني من هذه الحلقة، وبعد هذه الحلقة تتمحور حول القانون الجديد للإيجارات في لبنان، ودائما منرحب بضيفنا الكريم الماتر جوني مرهج مرة تانية، أهلا وسهلا فيك وسلام المسيح دائما معك. وعدنا المشاهدين الكرام أنه بالقسم الثاني رح نتطرق هلأ فعلا إلى كل البنود، ونعطي جواب لكل تساؤل بيطرحه أي مواطن لبناني، إن كان من المستأجر أو حتى من المالك. يعني نحن هون دورنا الأساسي هو توضيح الصورة ونسلط الضوء على القانون. ما عم نجي لا نرجع بنقوله ونشدد إنه ما عم نجي لا مع المالك ولا حتى مع المستأجر، هذا هو القانون اللبناني وهذه هي التشريعات يلي شرعها المشترع اللبناني. متر جوني رح نبدأ نحن وياك بدءا مع العقود يلي تستثنى من هذا القانون. شو هي العقود يلي فينا نقول إنه لا يطبق عليها قانون الإيجارات الجديد؟ حددت المادة 2 هي من القانون الجديد شو هي المواد، شو هي العقود يلي تستثنى وغير والغير خاضعة لها القانون، يلي هي عقود الإيجار، عقود إيجار الأراضي الزراعية، عقود إيجار الموسمية يعني صيف أو شتاء، العقود يلي بموجبها بيقدم أصحاب العمل أماكن لسكن العمال تبعها، أشغال أملاك الدولة العمومية، وعقود أجار الفيلات يلي كانت تتوفر فيها مواصفات محددة بالقوانين السابقة. نعم، هذه هي اللي تستثنى على القانون. أما التي تخضع لهذا القانون هي كل الأجارات السكنية. نعم. وبنرجع نشدد انه اليوم موضوعنا فقط عن الايجارات السكنيه، لانه صحيح. الغير سكنيه او الصناعيه تاجلت لل 2018. طيب نسمع دائما بصندوق المساعدات. نعم. فاول شغله، من هو المستفيد من هكذا صندوق؟ بيستفيد المستاجر من صندوق المساعدات اللي انشئ بقوه القانون، يعني انشا المجلس النيابي بقوه القانون صندوق للمساعدات. وهون هلا بدي ارجع اذكر انه في المعضله اللي قائمه بالقانون وبتطبيق هالقانون الجديد، الا وهي انه هل صندوق انشئ بقوه القانون، انما بعد ما في مرسوم تطبيقي لانشاء لجنه لانشاء الصندوق فعليا من قبل وزاره الماليه، من قبل مجلس الوزراء.
بدك مرسوم تطبيقي للقانون اللي نعرف انه مش كل الناس. مين اللي بيستفيد؟ جوابا على سؤالك، مين اللي بيستفيد؟ اللي بيستفيد هو المستاجر. حددت الماده، حدد القانون نوعين من الاشخاص اللي بيستفيدوا من الصندوق، وقال يلي ما بيتجاوز دخله المستاجر الذي لا يتجاوز دخله ضعفي الحد الادنى، يعني بيقبض اقل من مرتين الحد الادنى، هو وافراد عائلته يلي يعتبروا يستفيدون من التمديد القانوني. هل يعتبر هو وافراد عائلته مجتمعين بالمبلغ مجتمعين ولا بيعتبروا؟ نعم. لانه هو بده يقدم بيان عن المدخول، عن بده مش بس بيان عن المدخول، بده يقدم بيان للجنة، أكيد اللجنة أبطلت، إنما بده يقدم بيان للصندوق، للجنة، للصندوق، يقول فيها إنه مين اللي بيستفيد من التمديد القانوني، مين القاطن معه، مين الساكن معه اللي بيستفيد من التمديد القانوني، وبالتالي لا يقدروا يحددوا هل تستفيد أنت من تقديمات الصندوق أو لا. أو لا، في حال تستفيد من تقديمات الصندوق بتدفع المساهمة اللي بتدفعها الدولة أكيد من الصندوق اللي بياخد إيراداته من الهبات، من الوصايا، من يعني بده ينعمل له موازنة خاصة. موازنة خاصة. ومن الذي لا يستفيد من هذا الصندوق؟ بس بدي أفصل لك من بعد إذنك. اتفضل. بدي أفصل نوعين من المستأجرين، يعني يلي أقل من اثنين من ضعفي الحد الأدنى. المستأجر يلي ما بيدخل ضعفي الحد الأدنى يستفيد من كامل الزيادة. نعم. أما المستأجر يلي هو بين ضعفي الحد الأدنى وثلاث أضعاف الحد الأدنى، حدد القانون وقال إنه بيستفيد إذا كان دخله أقل من 30% تحديدا، يعني حدد بحيث قال تكون مساوية شهريا للفارق إذا وجد بين 30% من معدل الدخل العائدي الشهري للمستفيد وقيمة البدل الجديد. البدل الجديد. نعم. نعم. طيب. منشوف انه هيدا الصندوق اختار هلا كانوا عم بيحطوا امال كتير كبيره من المستاجرين القدامى عليه، بس وشفنا حضرتك وهلا فسرت لنا من الذي يستفيد ومن الذي لا يستفيد، ولكن جيت على ذكر انه هناك مصادر خاصه من الهبات الى ما هنالك، شو هي كل المصادر يلي بتصب اموالها بهذا الصندوق لمساعده المستاجرين؟ كل يلي حدد القانون، اللي حدد القانون هي الهبات، هي الوصايا، هي هل في ميزانيه خاصه من قبل وزاره الماليه؟ حكما بده ينعمل ميزانيه وبدها تنلحظ. يعني طب اذا نحن اصلا صار لنا اكثر من 4-5 سنين و6 سنين ما في ميزانيه للدوله اللبنانيه بشكل عام. نعم. ولا حتى لاي وزاره كان على قاعده 12. نعم مزبوط. انه كيف بدنا نخصص فقط لقانون الايجارات حتى يتم تطبيقه؟ ما هو لقانون الايجار بالدرجه الاولى لازم ينشا بمرسوم الصندوق. الصندوق بعد فعليا ما انشئ. كيف في صندوق للمهجرين؟ صدر قانون واستنادا للقانون صار في عندك وبلشوا يطبقوها ويوزعوا تطبيقي بهالموضوع، وصار في صندوق للمهجرين ووزاره المهجرين الى اخره. بده يصير في صندوق للمستاجرين القدامى ليستفيدوا من هالتقديمات. يعني هالزياده اللي بدها تجي من اول سنه لسادس سنه تدريجيه عم تطلع 15% كل سنه عن اول اربع سنين، و20% عن الخامسه والسادسه. وهلا بنحكي عنها بشكل تفصيل لانه هي اكثر شغله بتهم المواطن اللبناني اليوم، المستأجر أو المؤجر، إنه أنا شو بدي أدفع، كيف بدي أدفع الزودة، هل تطبق هلأ الزودة؟ هودي الأسئلة كله بدنا نجرب نجاوب عليها، وهيدي أكثر أسئلة عم يطرحها المواطن اللبناني. طيب هيدا الصندوق في لجنة مسؤولة عنه. نعم. كيف تألفت هذه اللجنة ومين اللي ألفها؟ من شو مؤلفة؟ من مين؟ مين أعضائها؟ اللجنة عم تحكي عن اللجنة أو عن الصندوق؟ لا، اللجنة اللي هي خاصة بالنزاعات. بالنزاعات. اللجنة هيدي أبطلت، هيدي هيدا الخلاف عليها، هيدا الخلل الحاصل بعقد بقانون الأجار الحالي. هيدا الخلل الرئيسي الحاصل بقانون الأجار. طيب اليوم إذا بده يكون في أي مشكلة عم تنطرح على صار في مشكل بين المؤجر والمستأجر، وين بيروحوا؟ القانون قال بتروحوا على اللجنة. بطل في لجنة، أبطلت اللجنة، وين بنروح؟ هلا ضروري نرجع هلا نزاعات قضائية، مجبورين صرنا نروح على القضاء إلى حين المجلس النيابي إنه يتدخل، نرجع قضاء مدني هلا ويعالج الإبطال ويعالج الخلل الحاصل بالقانون
لأنه صار القانون بحسب كمان رأي هيئة الاستشارات والتشريع يلي أعطت رأي بالإبطال اللي حاصل بالقانون، وإجت قالت أنه هالقانون أصبح غير قابل للتطبيق. نعم. قالت وقالت بكل بساطة لأنه ما في كويرانس بقى، ما في بقى وحدة وتناسق بالنص، يعني اللجنة موجودة بالمواد من أول مادة للمادة، كل المواد اللي بتحكي عن الأجارات السكنية تقريبا شي 30 مادة، 36 مادة، 36 مادة. نعم. طيب شلنا إذا شلنا الأساس، شلنا حجر الزاوية، شلنا أبطلت اللجنة، طيب وين بدي روح؟ أنا اليوم كمحامي وحقوقي بتطلع إذا طرح قدامي نزاع أكيد بدي روح على القضاء. بنرجع أكيد بدي روح على القضاء، وبدي روح على القضاء لحدد بدل المثل، يعني قديه هالبدل يلي بده يكون، أو أي نزاع آخر يعني، أو للاسترداد هلا كمان بنحكي عنهم، للضرورة أكين للضرورة العائلية أو أكين للهدم أو أي مشكلة أخرى عم تطرح، إنه أنا وجهت إنذار للمستأجر، المستأجر ما دفع، طيب شو بعمل؟ بدي روح على القضاء حكما. بس هيدي المعضلة الأساسية، يعني المعضلة الأساسية إنه في بطء كمان من ناحية تانية بالقضاء. اليوم في عشرات آلاف الدعاوى يلي معروضة على القضاء، وبظل هالقانون هيدا يعني بده يصير في آلافات الدعاوى بدها تزيد وتنطرح على القضاء. طيب القضاء ما بده ينخلق جسم قانوني قضائي حكما مختص بالنزاعات الأجارات القديمة، خلي تنخلص منها. صحيح. يعني إذا كانت نية المشرع الانتهاء من قانون الأجارات الاستثنائي القديم والانتهاء من الأجارات القديمة، بده ينحط جسم قضائي، بده ينحط نظام لمعالجة المشاكل يلي بدها تنجم عنها القانون. وهيدي أهم شغلة. هيدي أهم شغلة. يعني هيدي اللي نرجع نشدد عليها، وهيدي توصياتنا، هي أول توصية تقريبا من خلال حلقتنا لليوم من برنامجنا القانوني. إن شاء الله يكون في أذان صاغية ويرجعوا يدرسوها بعين وياخذوها بعين الاعتبار. طيب متر جوني لنتابع، نرجع لقصة الصندوق والاستفادة منه. في طلبات بيتم تقديم الطلب. نعم. مزبوط. بيتم تقديم طلب. على أي أساس؟ بيتم أول شيء بده يتحدد المدخول مثل ما حكينا، بده يتحدد، صحيح بده يتحدد المدخول، بده يحدد مين بيستفيد من مين بيستفيد من التمديد القانوني، مين قاعد بالبيت، مين الشاغل الفعلي، وبيتقدم طلب لهاللجنة خلال أول 3 أشهر من تحديد بدل المثل. يعني في عنا بدنا نحدد بدل المثل، على أي أساس أنا بدي أطبق الزيادة، على أي أساس بده يدفع الصندوق، وقديه بده يدفع الصندوق، كيف بده ينعرف، بده يتحدد بدل المثل. وهون رجعنا لقصة الضجة يلي قائمة حول تعيين الخبيرين، الخبير التخمين العقاري والمهندس المكلفين اثنيناتهم لا يعملوا تقرير ليقولوا انه قديش حول المكان، حول المكان، حول القيمة وقيمته لتحديد بنتيجة الموضوع استاذ بدل المثل، يعني قديه بتسوى الشقة بالشهر أجار، كيف بتنعمل هيدي؟ هيدي بنفوت فيها على أساس بخمنوا البنا، بخمنوا هالشقة قديه بتسوى، وبيقتطعوا منا نسبة 5%، بيقولوا 5% قيمتها حقها 100,000 دولار هالشقة هون، 5% منها هي 5,000 دولار، وبالتالي يصبح بدل المثل السنوي 5,000 دولار لهالشقة. أوكي. بس ما بتطبق كلها من أول سنة ال 5,000 دولار، 5,000 دولار بتصير بتندفع بسادس سنة كاملة. نعم. للمؤجر، وال 5,000 دولار بتنتفع يعني كاملة بسن تصاعدي. تصاعدي. نعم. بشكل أكيد هلا بنرجع بنتطرق لهم مثل ما حكينا، عم بستعجل عليك. معلش بدنا نقول للمشاهدين يتابعونا خطوة بخطوة لنوصل للمرحلة اللي هن بدهم إياها ويلاقوا الجواب الشافي لكل سؤال. أكثر سؤال عم بنسأله الحقيقة هو هاللجنة استندوا رح استفيد؟ واحد. وقديه؟ وقديه بده يستفيد؟ وكيف؟ ورح ابقى بالبيت؟ وقديه بيصير الاجار؟ وامتين بترك؟ اذا بدي اذا في حال يعني المستاجر فعلا خايف 100%. ما هيدي هي التساؤلات اللي عم بتشكل هاجز عند المواطن اللبناني اللي هو مستاجر، وكمان عند المالك كمان عم بيحاول انه بده يسترجع املاكه وملكه بالنهايه، حقه. مزبوط. طيب المساعده عاده بتكون لمره واحده او لاكثر من مره، وكيف بتكون هيدي المساعده؟ المساعده هي دوريه سنويه، دوريه سنويه، كل سنه بده يقدم طلب ويطلب ويقول انه نفس الاوراق ونفس وهون لاحظ القانون شغله كثير مهمه للمستاجر يلي بيتطبق عليه الاستفادة من الصندوق، وإذا قال له أنت حتى كل المستأجرين الآخرين الذين لا يستفيدون
من تقديمات الصندوق، نعم، يعني يلي بيطلعوا اكثر من 3 أضعاف الحد الادنى، اجارهم بينتهي ب9 سنين. التمديد ينتهي بعد 9 سنوات. بعد 9 سنوات. اما بشكل استثنائي المستاجر يلي يطبق عليه ويستفيد من احكام الصندوق، نعم، بيقدر يوجه كتاب بالسنة 9 ويقول انا ارغب بتجديد بعد عقدي لمره واحده بتكون 3 سنوات جديدة ل 12 سنة، وعند 12 سنة ساعتها هون خلص انتهينا بنرجع. طيب الكذب بالمعطيات والكذب بالمعلومات يلي بتم تقديمها للاستفادة من الصندوق، هيدي هون كيف بيتعاملوا معها؟ نيابة عامة، نيابة عامة جزائية. صار في نوع من الغش، يعني تعتبر غش حكما حكما بصير في نوع من الغش وبيتم تحويلهم للقضاء، بيتم تحويلهم واحالتهم للنيابة العامة. بقى كرمال هيك بدنا نقول للمواطنين يعني المعلومات لازم تكون صادقة صريحة واضحة وصحيحة، ويمكن التثبت من هالمعلومات هذه بكافة الطرق، بكافة الطرق. اللجنة اللي كانت هلأ اللجنة نرجع نقول عم نحكي بقانون أجار جديد صحيح، إنما هالقانون كمان في عنا هالمواد يلي أبطلت يلي جعلت منه برأيي الشخصي أكيد فعليا وعمليا غير قابل للتطبيق، قبل مراجعة بده يعملها ويعيد النظر فيها ويعدل القانون. ولا يعدل القانون إلا قانون، ولا يعدل القانون إلا بقانون. وبالتالي المجلس النيابي لهيك لجنة الإدارة والعدل عم تجتمع لدرس تعديل القانون هيدا اللي بين إيدينا لتنفيذه والخروج من هالمعضلة، نعم، اللي نحن فيها بالحقيقة. بإيجار الأماكن السكنية في حال إخلاء المأجور من قبل المستأجر حسب رغبته، كيف بتصير الطريقة قانونيا حسب القانون الجديد؟ وهل تختلف عن القانون القديم؟ هل هناك فرق بين طريقة إخلاء المستأجر يلي كانت تتم مع أنه ما كانت تصير؟ نعم وهلا شو الفرق؟ قديما كل العالم القاسي والداني بقانون الأجر القديم بيعرف، بيطلع هيك دغري بقول أنا 40% لإلي و 60% للمالك. إنما هلا اختلف الموضوع، بالنسبة للاستردادات اختلفت الموضوع، بالنسبة للمعالجة بهالموضوع حتى بده يتم إيداع الأموال 90% منها عند كاتب العدل بتم إيداعها، وبينعطى المستأجر فترة 6 أشهر ليترك، وبعد 6 أشهر إذا بيتأخر في غرامة إكراهية القانون نص عليها تطبق. هل حددها حكما حددها ب5 أيام تأجيرية على حساب بدل المثل، يعني إذا كان بدل المثل محدد ب$500 أو ب500,000 ليرة، نعم، تقسمهم على 30 بتضربهم ب5 بيطلع 5 أيام. عن كل يوم بيتأخر فيه المستأجر إنه يترك المأجور بعد دفع المالك، انتبه، بعد دفع التعويض بالكامل له 90% وبيترك له 10%، بس يدفع له 10% عنده 6 أشهر ليترك، إذا ما ترك بيطبق عليه غرامة إكراهية يجوز تنفيذها عبر دائرة التنفيذ مباشرة بقيمة 5 أيام على احتساب بدل المثل. على احتساب بدل المثل، نعم. طيب في هلا اسئله كثير تطرح بهذا المجال، ولكن دائما نحن نعطي الجواب حسب القانون الجديد. بالقانون اذا رغب المالك استرجاع المأجور، بنعرف انه دائما لدواعي عائليه او للهدم والقيام ببناء جديد. صحيح. كيف هون ينظر الى المشترع والقانون اللبناني؟ وهون ردات الفعل عم بتكون كمان، مع انه يحق للمالك أن يقوم بهذه الخطوة قانونيا، ولكن بنشوف أنه هناك بيصير في شجارات وبيصير في اصطدامات بينهم وبين المستأجرين. دائما المشاكل هي كلنا بنعرفها، أنه المشاكل بين المستأجر والمالك هي مشاكل عمرها صارت سنين. صحيح. وما عم تنحل. لهيك برجع بقول لك هي محاولة جريئة عملها المجلس النيابي اليوم لينهي معضلة صار لها 79 سنة من سنة 36 لليوم. 79 سنة. صار لها المشكلة المعضلة. بقى باختصار لأرجع أقول لك إنه بالحالة بالقانون القديم كمان كان في شيء اسمه استرداد. استرداد أكان للضرورة العائلية أو استرداد للهدم. هاي كانت موجودة. والقانون الجديد كمان لاحظها. يعني لاحظها وخليها. نعم. أبقى عليها وقال بس بيفرق نسبة التعويض. يعني التقدير التعويض وكيفية احتساب التعويض. هل خف
نسبة التعويض تغيرت. طب كيف تحسب؟ خلينا نقول للمشاهد كيف تحسب تعويض. إذا في حال أنا بدي يا خيي ملكي أمول معروف وأداه بدي أعطيه مهلة للخروج من هذا العقار، هل بعطيه مهلة 3 أشهر 6 أشهر قديش؟ وإذا كان أثبت المالك أنه لضرورة عائلية، وشو هي هذه الضرورة العائلية؟ كيف بيخدق القضاء بعين الاعتبار؟ وإذا كان لي ضرورة إعادة البناء من أول وجديد؟ بس تقول لك شغلي تلفت نظرك نظر حضرتك لشغلي أنه اليوم الاسترداد بيتم أكيد على أساس تحديد بدل المثل، يعني كله معلق ببدل المثل. المثل نعم، في يعني بده يتحدد بواسطة هذا الشيء اللي محدد بالقانون هيدا بواسطة خبير ومهندس، اثنيناتهم بده يكونوا محلفين بنطاق المحافظة يلي بيوقع فيها المأجور، هن بيجوا بخمنوا إما ويجوز تحديده رضائيا لبدل المثل. بدل المثل شو هو؟ إذا بدي أشرح للمشاهد شو هو بدل المثل؟ بدل المثل هو قديه هالشقة بتتأجر، نرجع من أولى من كررة، قديه هالشقة بتتأجر بالشهر نظراً لموقعها، نظراً لكدم موقعها، كدم عهدها، حالتها، وضعها، كيف هي، قديه بتتأجر، قديه بيسوى نأجرها بالشهر. نعم، هيدي بيحددها الخبير والمهندس الخبراء. نعم، وبالتالي اليوم من بعد ما نجي ونحدد ونقول انه بدل المثل لهالشقه هو 500 دولار بالشهر، ديزون ناخذ رقم اكزامبل انه هو 500 دولار بالشهر، هال 500 دولار بالشهر نضربها ب 12 يلي هي سنه، سنه تاجيريه ضرب 4 ضرب 4 سنوات تاجيريه، هي اذا كنت عم بتسترده للضروره العائليه. يعني أوكي. يدفع المالك مالك. يدفع المالك 4 سنين اجار للمستاجر إذا كان عم يسترده لضرورة عائلية، وإذا كان عم يسترده للهدم من أجل التشييد بناء جديد آخر للهدم. نعم. يعني بده يدفع أجار 6 سنين بدل أجار 6 سنين على احتساب بدل المثل. يعني هون شفنا كمان اثنيناتهم، يعني 6 سنين ضرب بدل الإيجار الشهري ضرب 12 بدل الإيجار الشهري ضرب 12 ضرب 6 سنين بيطلع، يعني عملية حسابية بسيطة منها كثير معقدة يعني. لا لا لا، وهون اللي كان شفناه إذا كان المالك بدواعي عائلية أو حتى بضرورة الهدم شفناها على الحالتين. طيب بنعرف إنه إذا كان في هناك حالتين إما الموافق أو الرفض، طيب إذا كانت الموافقة خلص انحلت الأوضاع، كل شيء يعني بينحل، كل شيء الصلح حبيان نحن بنقول شغلي دائما الصلح سيد الأحكام طبعا. صحيح. طيب الرفض هون بهيدي الحالة النزاع، النزاع أوكي. والنزاع وين؟ عند اللجنة، واللجنة شو واللجنة فيها؟ أصلا هلا محلولة ما في أبطلت، أبطلت اللجنة، وبالتالي لابد من العودة إلى القضاء المدني لصياغة أكيد العودة للقضاء المدني. إنما القضاء المدني أكيد رح ياخد وقته، بس لتحديد طبعا. بدل المثل اليوم في عندك بداية واستئناف، ما رح لك أكثر من هيك وعد سنين. والمشكلة إنه عندنا القضاء اللبناني كتير بطيء باتخاذ القرارات، يعني ما في عندنا إسراع. القضاء اللبناني مشكور على جهود اللي عم يعملها دائما، لأنه فعلا القضاء بس بطيء، ما فينا نقول مش بطيء. في عندنا عدد دعاوى هائل، دعاوى كتير وعدد عدد دعاوى هائل. يعني أنا كنت عم بحكي مع احد القضاة من فترة قريبة جدا، انا شخصيا قدمت دعوة وعم براجع فيها للدعوة كونها اعطيت مجال لست اشهر لقدام لاول جلسة، ما عندها وقت الريسة، ما عندها وقت لها شخصيا لتكون لا تعيش حياتها الطبيعية. طب ليش ما مرهقة ب70 دعوة بالنهار؟ طب لحظة، ليش ما بيزيدوا هون عدد وزارة العدل تزيد عدد القضاة؟ مفترض يفوت وينزيد عدد القضاة بدل ما يكون في قاضي ديزون للمتن واحد يكون في 5 و10 و20 4 قضاة المشكل للمتن. نعم، هل الميزانية ما بتسمح انه يدفعون مع انه اجاراتهم مش كثير غالية، يعني يعطيهم الف عافية، بنعرف انه الله يعافيهم فعلا اجاراتهم كثير قليلة وعم بيقوموا بدور كثير فعال، بس كلنا بنعرف ولا يخفى على احد انه القضاء اللبناني بطيء جدا. ما بحسدهم على الموقف اللي هن فيه طبعا. انا وقت اللي بده يكون عندي 70 ملف بالنهار وبدي بت بكل وحده، وبدي ب50 حكم، وبدي حكم ضميري وعقلي، بدي عندي بالجمعه 40 حكم او 50 حكم، طيب وين بده يكون عندي انا
ما عندي بقى حياة خاصة. ما اختلفنا، بس ما بدك بقدر اشتغل شغلي الخاص كمان، بدي قوم فيهم وبدي قوم فيهم على اكمل وجه، على اكمل وجه. يعني ما بدي انه قوم هد ايدك والحقني مثل ما بقول المثل اللبناني، بدنا القانون فعال ومنصف وحسب القانون اللبناني. لهيك حكما المشرع اللبناني لازم يتدخل كمان بهالموضوع، وانشاء في قديما انشاوا محكمة سموها محكمة التوجب لسوليدير، فيهم ينشئوا محكمة خاصة ويكتروا عدد ويكون نظام التقاضي فيها مختلف عن النظام التقاضي. هالمشكلة البطيئة اللي عم تشرح لي اياها حضرتك، ايه يعملوا اصول موجزة، تكون الاصول مثل القضاء العجلي، بقدم الدعوة بظرف 6 شهور او 8 شهور او سنة كحد اقصى، بده ينبت فيها قضاء عجلي. يلا هذه صار الثاني توصية عم تعدون معنا. بكل حلقة بيكون في عندنا اكثر من 4 أو 5 توصيات ان شاء الله من منبرك ينسمعوا، ولجنة الإدارة والعدل اللي عم تدرس هالقانون هيدا مجددا جرب انه كمان تستمع للمشاكل يلي نحن فينا ننقلها من العالم لإلها. صحيح. طيب خلينا نتابع مع حضرتك اكيد القسم الاخير من حلقتنا ماتر جوني، لا يمل من حديثك ومن تفسيرك المبسط للبنود القانونيه يلي بنخلي من خلالها كل المشاهدين يصير في عندهم نبذه وملكه قانونيه اذا بدنا واذا صح التعبير، ليفقهوا شوي بالقانون خاصه بقانون الايجارات يلي شاغل عقول الكل، لانه المواطن اللبناني يا اما هو مستاجر يا اما هو مالك، واحد من الاثنين ما في طرف ثالث. بكل الاحوال المشاهدين اكيد لنا عوده لكم بعد هذا فاصل حتى نتابع نحن وياكم القسم الأخير من برنامج إلك حق عليك واجب. خلوكم دايما معنا وبعدنا مع قانون الإيجارات الجديد. العودة معكم مشاهدينا، ونجدد التحية المسائية، سلام المسيح على كل مشاهدينا وين ما كانوا. نرجع نذكركم انه دائما فيكم تتابعونا عبر تي في تشاريتي وعبر الموقع الالكتروني الخاص www.tvcharity.org او عبر اليوتيوب على التشانل الخاصة بي تي في تشاريتي. اما هلا نعود لنستكمل نحن وياكم هذا اللقاء مع المتر جوني مرهج، وبعدنا عم نتحدث عن قانون الايجارات وكل الاخذ والرد يلي هو يتمحور حوله. مرة تانية أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا يا هلا. خلينا نحكي متر جوني هلأ بشكل سريع لأنه الوقت ما بعرف كثير عم بيدهمنا بعد ما يقارب ربع ساعة فقط لغير من تاريخ ومن زمن هذا البرنامج. بدنا نحكي شوي عن الزودي، كيفية احتسابها، وأيضا إلى متى ممكن الإنسان يقدر يستفيد منها، وكيفية تطبيقها على أرض الواقع. نعم، الزودي هي بالحقيقة إجت تدريجية بالقانون، ولحدد الزودة الزيادة القانونية علينا تحديد بدل المثل، يعني كله مرتبط ببدل المثل، قديها الشقة بدل أجارة الشهري. كمان بده يكون في إما تحدد إما رضاء، يعني المستأجر بيتفق هو المؤجر والمؤجر بيتفق والمستأجر إنه بدي أجارها الشقة 500,000 ليرة بالشهر الفعلي، أو أجارها $500 أو أجارها $700 أو أجارها إكس إجراك زاد من البدلات. هاي رضائيا فيهم يوقعوا عقد بيناتهم رضائي ويقولوا إنه نحن توافقنا إنه تكون بدل المثل الطرفين. بدل المثل برضا الطرفين، بدل المثل بهالشقة لهالشقة هو 500,000 ليرة وتحتسب الزيادة عن أول سنة 15% من الفارق. قديه عم يدفع هلأ بدل الأجار الفعلي اللي عم يدفعه هلأ بعد الزيادات، يعني اعتبر عم يدفع 40,000 ليرة أجار شهري. نعم. وأجاره الفعلي صار 500,000 ليرة. بتنخصم الأجار اللي عم يدفعه 40,000 ليرة بتنخصم من مبلغ 500,000 وبتطبق على النتيجة، بيطبق عليها 15% عن أول سنة. عن أول سنة. 15% عن ثاني سنة، 15% عن ثالث سنة، و 15% على القيمة التراكمية، مش على القيمة الأساسية. على القيمة التراكمية حكما. ليوصل آخر شيء بسادس سنة ل 100%، يعني يلي ليوصل إذا كان أجار التخميني بدل المثل هو 500,000 ليرة بيوصل ل 500، إذا كان $500 بيوصل بسادس سنة عم يدفع المستأجر أو الصندوق $500 للمؤجر. للمؤجر. حكما. لكن
بس تعد لك إيه للموضوع، لأنه هيدا إذا ما كان واضح توضحه بطريقة نعم مختلفة. بركي بيفهموه أكتر المشاهدين. نعم أوكي. الزودة كيف بتصير بالنسبة للإيجارات؟ الزودة بالنسبة للإيجارات بده يتحدد عن طريق تخمين الخبراء. هي أول خطوة. خلينا خطوة بخطوة. خطوة خطوة. تحديد قيمة الإيجار. يا أما حبياً يا أما عبر الخبراء. نعم. إذا ما في حبياً عبر الخبراء. طيب. إذا كان عبر الخبراء، خليني أقطعك شوي. نعم. ماتر جون. إذا كان عبر الخبراء، على من تقع المسؤولية المادية لجلب هذه الخبراء؟ تقع المسؤولية المادية وللأسف على المستأجر والمؤجر. كل شخص بدوره. أول شيء على المؤجر. اثنيناتهم بده يدفعوا. بدهم يدفعوا كلفة الخبير والمهندس. هل بالاشتراك مع بعضهم أو كل لا لا لا، كل شخص لحاله بيجيب. المؤجر اللي بيملك اليوم بناية أو بيملك شقة أو بيملك عقار خاضع لها القانون. نعم. بده يجيب خبير ومهندس. هالخبير والمهندس بدهم يحددوا قديش قيمة، بدهم يوضعوا تقرير لتحديد مدى المثل. نعم. من بعد ما ينوضع هالتقرير، تقرير خاص هيدا بيطلبوا المؤجر، ببلغوا اياه للمستأجر. اذا المستأجر ما عجبه اياه، اذا بيجيب هو كمان انه البدل من طرفه، اذا قايل له بدل المثل هو $1,000 بالشهر، ايه، وهو لا يستحق، هو 500 بيقشع كثير، بده يجيب خبير ثاني ليشوف هالتفاوت اللي صاير. ومين ومن يبط بحال رجعنا لقصة اللجنة. اللجنة رجعنا اللجنة. يعني عم نحس انه دائرة مقفلة ونحن عم ندور. اكيد بدنا نرجع حكما. هلا نحن عم نقول اللجنة بالمجلس النيابي، انما فعلا بدها تنطرح مواضيع على القضاء، والموضوع رح يصير بايد القضاء اللبناني. هلا نقص القضاء بعد لحين القضاء. لحين البدء بموضوع تعديل القانون. لا يعدل القانون الا قانون، والقانون يدرس في ادراج المدرسه المجلس النيابي الان للتعديل. نعم. هالثغرات الموجوده. لكن لنرجع لموضوع، يعني هلا مش عم يطبق شيء. هلا لنحكي فعليا مش عم يطبق، لانه اذا في عندك مستاجر بيستفيد من الصندوق، بيجي مالك بيعمل تقرير للخبير وببلغه اياه، بيقول له اوكي انا رح اعمل تقرير لخبير، اعتبر اختلفوا اول معضله، وين بدهم يروحوا؟ بدهم يروحوا على المحكمه. طيب ماشي. اثنين، اذا عندك مستاجر اليوم يستفيد من الصندوق، طيب انا في صندوق انشئ بقوه القانون وما انشئ بقوه انشئ بقوه القانون وما صدر مرسوم تطبيقي له تطبيقا. نعم. للقانون. نعم. طيب صار عندي قانون منشأ بقوة القانون وغير مطبق، وغير مطبق على الأرض الواقع. على الأرض الواقع. طيب بس القانون لاحظتك قال لك إن أنت إذا كنت مستأجر بتستفيد من الصندوق، بتقدم طلب لهالصندوق، طيب الصندوق ما أنشئ. أول شغلة بده يقول لك إياها المستأجر، وقف. أنا صحيح. أستفيد، أنا ما بطلع ضعفي الحد الأدنى، أنا تحت مستوى الفقر، على أنا فقير، وكلهم أعمارهم كبيرة. لأنه كل المستأجرين صارت أعمارهم فوق 60 العقود القديمة طبعاً، كلهم كعقود قديمة. بيقول لك أنا ما عندي حدا، وأنا ما عم بشتغل بقى، وأنجع عم بقدر عيش، وما عندي معاش ثابت بيعطوني أولادي لعيش. كل ما هيك عم بيقولوا شو بترمونا على الطرقات. إيه صحيح صحيح صحيح. كيف بده يستفيد؟ كيف بده يجي المؤجر يفرض عليه زيادة؟ ما في يفرض عليه زيادة. لو أنا بستفيد من الصندوق، وبالتالي أنا بس ينشأ الصندوق بدي أقدم طلب للصندوق لأستفيد منه. طبعاً. وبالتالي أنا بوقف لك وبعلق لك، بدفع لك الأجار القديم مثل ما كان قديمة. حسب القانون القديم. حسب القانون القديم. يعني لحد هلأ لا يطبق هذا القانون، ولن يطبق إلا من بعد التعديلات يعني عم تدرسها اللجنة. برأيي الشخصي في مشكلة كبيرة بتطبيقه. برأيي الشخصي لن يطبق هذا القانون إلا مع التعديل الذي سيصدر عن المجلس النيابي. وان شاء الله بيصدر قريبا، وما في يصدر حتى عن المجلس النيابي هلا بظل معضله كون المجلس النيابي سلطه منه هيئه. هلا مش مخول انه هيئه ناخبه. صحيح. منه نعم، من مخول هلا انه يشرع اكثر قوانين، لانه بانتظار يصير في عندنا رئيس جمهوريه، ولا نرجع من عيدها. ماذا لولا فسحه الامل. دائما عندنا امل. نعم. نحن دائما متفائلين ونحن بما تبقى لدينا من وقت، هناك بعض الاسئله السريعه الخاصه بهذا القانون. هل يجوز للمستاجر ان يتنازل عن الماجور؟ اكيد لا. لا، ما بيحق له يتنازل للغير الا للمالك. بيحق له يتفق هو المالك لإعادة. نعم. هل المالك ان يطلب استرداد ماجور ملاصق للمسكن الذي يقيم فيه؟ اذا كان المالك نعم حكما للضروره العائليه. للضروره العائليه فقط لغير، او كمان بالنسبه للهدم واعاده الاعمار؟ اكيد كمان بالنسبه للهدم واعاده الاعمار اذا كان توفرت الشروط عنده للحالتين يعني. نعم نعم.
رجعنا جينا على ذكرى انه كيف بيتحمل المستاجر نفقات بعض المعاملات، خاصه اذا كان في نزاع بينه وبين المالك، اذا بده يجيب خبير او نعم. حتى مهندس. الكلفه هي شخصيه على المالك، نعم. بده يدفعها للخبير وللمهندس، والكلفه هي شخصيه على المستاجر بالنسبه للخبير والمهندس. وهون نعم. انا بس بدي اقطعك بشغله واقول لك انه هيدي مشكله ومعضله اجتماعيه جديده تطرح بقانون الاجار، انه اليوم اي خبير واي مهندس اقل تقرير بده يكلف $1,000. هل صحيح. يستطيع المستاجر او المؤجر يلي الذي لا يستفيد فعليا من ماجوره من دفع $1,000 لتعيين خبير، خاصة إذا كان في عندك مالك عنده 10 شقق أو 15 شقة خاض على القانون القديم، أو إذا في مستأجر دون مستوى الفقر؟ صحيح، هذه بتكون صعبة علي. لا لا لهيك لهون هلأ أنا بحب أطرح من على منبرك اقتراح. تفضل. وإن شاء الله هالاقتراح يلاقي أذان صاغية. بتكون هاي التوصية الثالثة. هاي التوصية الثالثة. نعم. أنا بطرح وبقترح إنه في عنا بلبنان مئات آلاف الشقق الشاغرة الفاضية المقفلة. أنا بطرح إنه ينوضع ضريبة، واحد لتغذية الصندوق. نعم. ضريبة على هالشقة الفاضية. نحن بالقانون اللبناني إذا شقة كانت شاغرة بنصرح عليها بالمالية شاغرة. صحيح. ما في حدا فيها. صحيح. بالمالية وبالبلدية شاغرة، ما في عليها ضريبة. لا يتوجب عليها دفع ضريبة مالية. نعم. أملاك مبنية. وبالتالي خليه ينفرض ضريبة على الشغور، خليها تكون الضريبة 1.5 مليون ليرة. صح، وهذا بيكون مدخول للصندوق، لأنه بصير كل مالك بدل ما يترك هالشقة مسكرة ومقفلة، خاصة بعد ما أرسى المجلس النيابي من 92 لل 2015. نعم. أرسى استقرار بالتشريع لناحية الأجارات الجديدة، يعني خلص ما مس فيها بقى الأجارات الجديدة، الأجار الجديد صار حر خاضع لقانون الموجبات والعقود. وبالتالي إذا بيكون كل مالك اليوم بيرجع بيأجر الشقة الموجودة عنده. صح. بتخيل أنا بينتظم سوق العرض والطلب، بتوطى الأجارات، بتخف الأجارات، لأنه في عنا 300,000 وحدة سكنية ما يقارب حسب إحصاءات هذا 2013 موضوع جبته من عندك. صحيح. حضرتك قلت لي عنه انه في 2013 في، للاسف ما عندنا الوقت الكافي انه اقرا كل هذه المعلومات. نعم. الموجوده امامنا. نعم. والاحصاءات. في 300,000 شقه شاغره، اكثر من 350,000 شقه شاغره. هو الشغور اذا حطيت ضريبه معدله $1,000 على كل شقه، 1,500,000 ليرة، قد ايه بتفوت على سنويا لصندوق المستاجرين. صح. من ناحيه، ومنه بينتظم سوق العرض والطلب، بصير هالشقه اللي عم ينطلب فيها $1,000 تاجيرا بالشهر بصير 500، بصير 700، لانه بصير في عرض كثير. صحيح، والعرض هون يمكن بيوازي الطلب، لانه عم نشوف هلا متر جوني الطلب كثير كبير. صارت خيالية. الشاب والبنت اللي بدهم يتجوزوا اليوم اقل شقه حقها $250,000. حسك عم تقرا لي افكاري، كنت بدي احكي عنهم هلا. كيف بدهم يقدروا يشتروا؟ ما هودي افكارك، اني افكاري هن وافكار أفكار كل مواطن لبناني. نعم. صحيح، منهم افكار حصرا لإلي او لإلك، هي صح. افكار الكل، يعني كيف بدهم يقدروا يشتروا شقه؟ بيستاجروا ساعتها. صح، وهون الاجار بيكون سهل اذا كانوا اثنيناتهم عم يتعاونوا. عم نشوف انه هناك حجوب يمكن شوي عن الزواج نظرا لل البيت حاجه ماسه، والبيت هو السقف يلي بده يحضن هالعيله، اذا بدك بكنف الكنف المادي. صحيح. بده يحضن هالعيله. طيب اليوم المشرع اللبناني اذا مش بايده هذا المواطن اليوم اللبناني. المشرع اللبناني صار له من سنه، بنرجع بنقول بالقانون الاجارات الاستثنائي من سنه ال 36 لل 2014، اليوم 2015 في 79 سنه عمر 80 يعني سنه، يعني في اجيال مرقت اجيال وبعده هو ذاته. كرمال هيك بنطلب دائما من المشرع اللبناني. اقتراحي استاذ. نعم. اقتراحي انه فرض ضريبة على هالشقق الشاغرة. لتمويل الصندوق، واحد، واثنين لانتظام سوق العرض والطلب تبع الايجار، وهذا اهم شغله، وكمان انشاء اللجنه او حتى تعديل البنود يلي حكما تعديل، لانه بحاجه لها البنود يلي ابطلت، بده يرجع، بدك تحط مرجع قانوني. طب للمراجعه. طب ما عرفنا ليش ابطلت اعتبر وقت المجلس الدستوري بقراره انه
اعتبر المجلس الدستوري انه ما فيك، نحن عندنا مبدا التقاضي على درجات او شغله، ما فيك تجي تعمل لجنه تعطيها الصفه القضائيه وتقول انه حكمه مبرم ونهائي و وغير قابل لاي طرق من طرق المراجعه. نحن عندنا مبدا التقاضي على درجات، عندنا البدايه، عندنا الاستئناف، واذا اختلفوا الحكمين مع بعضهم بالنسبه للايجارات الاستثنائيه كان عندنا التمييز لجهه الاسقاط من حق التمديد. وبالتالي اعتبر انه لا دستوريه غير دستوريه. طب اذا اعطاها الحق فقط بفك النزاعات الخاصه بقانون الايجارات لا تتدخل بامور تانية وكان في كمان مراجعات بقلبها، ما بتنحل الامور يعني، وكانه القضاء العادي يلي بيكون قضاء مدني او قضاء جزائي لما هنالك يعني، هالدرجات يلي عم نحكي عنها بالقانون اللبناني يلي بيتم تنفيذها. بعتبر انا انه مفترض هو القضاء يكون عم يهتم بموضوع النزاعات، فك النزاعات. واحد اثنين، انه مفترض يكون في اصول موجزه ترعى هذه الاحكام، مثل ما تفضلت وحكيت انه عم تقول انه في بطء اكان بقله القضاة. صحيح، العدد قليل جدا، العدد قليل جدا بالنسبه للدعاوى اللي فاتت، الدعاوى المطروحه، او اكان بالنسبه ل انه نحصرها بموضوع النزاعات الخاصه، يعني يكون الملكية. في لجنه، يكون في مش لجنه، يكون في القضاء خاضع هذا القانون لاصول موجزه. نعم. سريعه، على مثل ما هو قضاء العجلي سريع بينبت فيها نامل كل هذه التوصيات توصل وتتخذ بعين الاعتبار، ونحن عندنا الامل انه الامل الكبير كمان بالمشترع اللبناني ان يوصل الى حلول من بعد كل هذا الركود. إن شاء الله. لانه كيف لنكون صريحين، كان عندنا ركود بالتشريعات فتره 80 سنه. اجى بسنه 92 اسس شيء مهم كثير المشرع اللبناني، وارسى استقرار على صعيد الايجارات. الايجارات التعاقد الحر. بقت عندنا مشكله قبل 92، كل واحد ماضي قبل 92 الان بالمشكله، الان بالمشكله هلا. هلا بدنا نحل المشكله ان شاء الله. ان شاء الله. متر جوني، انا كثير كنت سعيد بوجودك معنا، بدي اقول لك اهلا وسهلا فيك دائما عبر بيتك تي في تشاريتي، وكلمه اخيره لكل المشاهدين ان كان من مالكين او حتى مستاجرين بنهايه هذه الحلقه، شو بتحب تضيف؟ اول شيء انا بشكرك على استضافتك، وبدي هنيك كمان على المواضيع يلي بتتناولها، يلي هي المواضيع اللي بتخص المواطن والإنسان اللبناني، وجبنا اللي بتفوت على كل بيت واللي هي شأن لكل بيت بالحقيقة. وأنا بدي هني حالي فيكم لأنه عندكم دائما الإقدام وعندكم هالروح الطيبة بالمساعدة وبتقديم المشورة وبتقديم المعرفة للمشاهد اللبناني ولكل مواطن لبناني. وبدي أتوجه للسادة النواب، فعلا هالقانون هو معضلة، فعلا هالقانون في عنا مشكلة اجتماعية، رجاء هالمرة عيدوا النظر بالقانون، إنما على قاعدة الإنصاف أكان للمستأجر أو للمالك. نعم. وبشكل نهائي وسريع إنه يكون في حل نهائي لمشكلة الأجارات بلبنان، وخلق إذا كان بده ينهي على القانون الأجرة الاستثنائي يكون في صندوق فعلا موجود إلى جانب المواطن المستأجر اللبناني البسيط الفقير لمساعدته. هيدا أملنا. شكرا لوجودك معنا متر جوني. بالنهاية بدنا نقول القانون دائما ينظم علاقات المالكين والمستأجرين بالنسبة للنفقات المشتركة وكيفية توزيع أعبائها، ذلك تحت إشراف قاضي الأمور المستعجلة، ويخفف بالتالي من التوتر في هذه العلاقات إلى الآن، ويقلل من الحاجة إلى اللجوء إلى المحاكم لحل النزاعات الناشئة عنها. إن المشروع يأخذ في الاعتبار الحاجة إلى تجديد المظهر الخارجي والأقسام المشتركة للأبنية التي بقيت في غالبيتها من دون صيانة في السنوات الماضية، ومثل ما حضرة المحامي قال انه ما اكثر من 70 سنه و73 سنه الى ما هنالك، فلوحظ احكام تنظيم العلاقات للمالكين والمستاجرين بشانها في حال فرضت الادارات المختصه اجراء. اخيرا المشروع هون عم بيصوب بعض الاحكام التي كانت وارده في القانون رقم 160/92، كما يعيد صياغه بعض مواد مستفيدة من تجربة المحاكم في
بهذا الصدد، وان شاء الله دائما كثير في عندي اقتراح بعد اخي. ايه تفضل. يلا اخر اقتراح قبل الختام. هو بقانون 92 بالحقيقه اجت مضاعفه مباشره، يعني طبقوا مضاعفه على بدلات الاجار. انا بقترح انه كمان يكون في مضاعفه على لشو بدي اعتمد خبير ومهندس وهالدوامه، وانا بدي اوصل للتقرير للمستاجر والمستاجر بده يرجع يعمل تقرير ثاني، واذا تعارضوا التقريرين المرجع القضائي بصير في نزاع بده يبت فيه. يتطبق على الـ على الـ على الاجارات القديمه دغري مضاعفه مباشره، ضرب 5 أو ضرب 10 عن الاجر. اذا اجاري 400,000 ليره بالسنه او 40,000 ليره بالسنه، يكون ينضرب بخمسه او بيندرس بالمجلس النيابي على صعيد بطريقه على نحو يلي ذكرت فيه بال